سلام الله وبركاته، معكم اخوكم احمد زيد، جيكم مقطع جديد. ايش عندنا اليوم يا اخوان؟ او عودة لنا جميعا لسلسلة الافضل والامثل والاكمل والاجمل، خشب بدون ذهب. اوكي يا اخوان، طبعا زي ما الكل يعرف عندنا الحدث اللي افضل حدث في التاريخ، تيم اوف ذا سيزون. طبعا في باريخو ومارو جونيور، اذا تبغون اجربهم كلموني او اكتب في الكومنت عشان نجربهم. تحدياتهم سهلة وويزي نسويهم يعني، فإذا ودكم نجيبهم عشان نجربهم يعني هذا. وعندنا 14 باكج، لكن التشكيلة يا أخوان اللي نسي أو ما هو عارف يعني، أنت جديد توك جاي على السلسلة نيوان، ها؟ هذا التشكيلة يا أخوان. عندنا سيريخو 89، شارينو بحل مالنا، ما عليك مشي تكفى. عندنا جيمز جانب باكج حقيبة، موجود الكليب في التويتش أتوقع. روديجير موجود المقطع حقه في اليوتيوب. كليني وتجربته موجودة. أنسيلدي جربته؟ ما أتوقع أنه جربته، بس أنه من السواب أتوقع. كانتي موجود مقطعه، وأتوقع أنه مقطعه مصر عند 20,000 مشاهدة في الانستغرام موجود. خلت وموجود مقطعه. واختريان وموجودة تجربته، وأنصحكم أنكم تشوفوا التجربة لأنها ممتعة جدا. محرز وموجود باكجو. بريزيتش ما تفتكر أني يعني صورت له هذا، ما اتوقع، بس انه يعني موجود. الله اني ساحب العم. اقرايبي موجود باكجو، حلو. وهذول الدكه يا اخوان تجربتي موجوده وباكجو موجود، حلوين. الاهم والمهم انه عندنا 14 باكج، مو اي 14 باكج، كلها باكجات ثقيل، كله ثقيل. احنا نخش في الثقيل يا رب يا كريم، باذن الله يكون في شيء حلو. يعني لو اخو سامحتكم، بس مو اخو بهلله. اوكي ولا شيء، يا ساتر يا شباب، يا واد يا جوان يا تقول لك. شوف هذه فيها ازرق، مو ازرق، ازرق غالي. خذ العلم، شيل خذ العلم، شوف شايف كيف خرب دفري. حسبي الله ونعم الوكيل. عيال باكج 85 يجيني 85؟ لا مستحيل. بسم الله، انا فك من هنا. ميجا في ميجا في ميجا. هذا مين؟ سولشاير. يعني لما خلص حدث الكباتن تعطوني هيرو؟ طب الازرق يجي وراه؟ هذا حلو هذا. جلتش درافت يا اخوان ضروري ضروري، لانه ما جاني حدث. ايش تشغل جلتش درافت مع ثلاث مرات، تخش وتخرج، تروح مع البوينت، تروح لا غلا شيء، تبي تشحن 12000 بوينت، بعدين تفتكر انه عندك ماتش 85، حيدوق رمان بيتش ازرق. ايوه استر عليه روبرتسون، روبرتسون. والله حلو، والله انه حلو يا عمري يا شيخ، والله دوختني دوختني من قوتك يا اخي. عن ام المرجله تعال يا شيخ. 1 hour later. اوكي يا اخوان، سوينا 8 باكجات زياده. يا رب يا كريم، الله الباكجات ما ادري يطلع منها شيء، ما يطلع منها شيء، ان شاء الله يطلع منها شيء. اوكي حاجه يا شيخ، والله تعب. طبعا 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 ريقويس، طبعا طبعا طبعا. اتوقع كل الباكجات تنباع، فما ادري مشكله مع اللي تكرره. أمشي إني بشوف أزرق بالغلط يا رب. أزرق كولومبي، مين هذا؟ شو ظلمه؟ والله خرجني، والله خرجني. هلا يا سنسيسيتيرا، والله سرعة أمه 99 يا عيال يا عمري. ثابنيل ثابنيل كذا، شايف وجهي؟ شايف والله أبغى أنام كذا، بروز وجه أمه ذا يا عمري. سيستيرا يا عمري، عمري يا شيخ. مين معك؟ ساكا يا آدم، تحر أمي ساكا ذا. كم سعره ذا؟ أحا هذا وجهي، والله ما يجيني واحد قوي والله. هنا هنا 30 20 30، ها كذا عارف اللي تاخذهم عشان الريت، هذول هم اللي يجون. طيب يا اخوان، جانا تربت اسمه ذاك سنستارا، سنستيرا الزبده ذاك الكولومبي الجناح، وبيجيب معاه مين؟ اللاعب ذا الحبيب اللي اسمه رازب. رازب يا اخي، ايش بامكم اساميكم صعبه يا اخي، يا اخي قصر معكم اسم احمد علي عبد الله صالح. ايش يا وش رازب داري؟ وش هو؟ وذاك تستيرا، وش ايش فيه؟ ما علينا يا اخوان، اساميهم التعبانه هذه.
اشوف الحبيب راس بدوري راس بدوري راس بدوري راس بدوري اهم شيء لا يعرج الله يرحمه يمشي كذا كذا ايوه بيوقع على كرتو لا ما توقع البيرو توتي وش توقع عمرك 20 ولا كم عمره ذا هيبي عمرك 22 بتفلت يكون ادرس ولدنا في نفس اليوم انا واخي اسمع مبدئيا عشان انا ولدنا في نفس اليوم اسطوره افضل كرت في اللعبه افضل صانع فيك يا دوري ايطالي معليش هذا طلع توام توام معايا وكلنا ولدنا في نفس اليوم معليش معليش تعال حطب لك كثير تعال طبعا يا اخوان كالعاده كنت حاط ميوت انا اعطيكم الزبده يا اخوان جربت راس بدري مع جاكوب ذا الجناح الهولندي سبب ان المايك ميوت الله يلعن ابليس الله اكبر الحمد لله اني انتبهت اللهم لك الحمد اني انتبهت يلا يا شيخ خمسه 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 الخامس يا ابن احمر يا شيخ ايوه اعطيه احمر وبشبك الفاول عشان كنت حاط ميوت وبشبك الفاول رسل رسل ايش اسمه هو ذا بس بدري يلا كم فاولاتك انت فاولاتك 85 حلوه حلوه حلوه, حلوة. يلا يا رب يا عمري والله انك قوي والله يا عمري انت شبيكة خري خري يا تعبان اطلع برا نعيد تعليق على كل هدف لانه كنت حاط ميوت فبعيد تعليقا على كل هدف الان الهدف الاول بلنتي بلنتي يا اخوان حطها له اياها حيث يسكن ابليس والله حيث يسكن ابليس الهدف الثاني شوف حلو شوف شوف بالله شيك لي على الكنترول شيك لي على الكنترول يا عمري يا والله لعيب والله طيب خلينا نشوف هذا اوه هنا لما بسم الله بسم الله عليك بسم الله عليك وهنا لما سرقها شوف يا اخوان ضرب فريدناند بسم الله ايش فيك جورجينو شيك جورجينو حلوه هذه الله ياخذ الكوره والله حلوه 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 وداه دبي مول يا عمري طبعا الاخيره يا اخوان ريبس دوري ريبس دوري اوه راوغ والله حطها له يا عيال والله حطها له يا عيال تايم فينش اصفر والفاول زي التبن بس شبكنا هات الخصم الثاني يا شيخ وياتا ونكياتي وينكونكو وبوسكت فيليكس وفقير خلص وقته من زمان يا واد ايش في يا واد ايش في يا واد ايش في نعم نعم لا لا تعال نعم ايش بامك انت ما في حد تحترم انت يا عيال وش ذا يا عمري رسب دولي يا اخي يا اخي والله اني حبيته كانتي قندوزي يا واد في ناس عارف اللي لعبه زمان الحين رجعوا تحصل عندهم ابو ماكينه تحصل عندهم فقير اذا ما خشوا اللعبه قالوا ايه خلينا نرجع نلعب تشكيلاتهم قديمه يا واد حرفيا حرفيا ودك تقول له ايه ارسل التحدي انت تشكيلتك هذه والله مره تشكيلات ضعيفه بس اغلبهم عارف يلعب شكله ضعيف يجيك معاي ميسي ذهبي كانتي ذهبي ابو كبنبي ها ماركينوس ذهبي بس فينا فيه وفي ناس هو سحب على اللعبه لانه زبال هذول اللي سحبوا عليه عشانهم زبالين ورجعوا اللهم كثر منهم ثاني تسلل ما تسلل يا يا عمري رمز دوري يا اخي لعيب خفيف ناعم ولد في عام 2000 توأمي نفس اليوم يوم السبت كلنا ولدنا طلعنا
ياه يا الباص ياه يا الباص يا خلود يا عمري خمس دقائق من الوقت المباراة يستحق يا واد ايش المهاجم ذا نفس ذاك يا واد هذا كذاب والله كذاب والله ندفد والله تشكيلة يا اخوان حلو 12-12 كلاسيكية بحتة لو شالها بس الهربة قاعدي يا عمري الهربة غلطة الشاطر بعشرة يا تعبان خرج تكفى حطها والله هدفك يا رسم دوري وربي هدفك يا عمري يا شيخ الحطة والله ما ادري هل يكفي ولا زيد ودي ازيد عطني جيم يا شيخ هولي شيت الخصم الاخير هذا حتى لو خسرت رسم دوري كاكوريت وسانشيز زولا بيلا اليساندريني اقسم بالله الاسماء عنده حلو يا ربي الاسماء مره حلو يا عمري ولا يا بينا يا عمري يا رب ازدوري يا ولد لا شاف الباب والله رجله ما ترحم والله يا عمري يا عمي ايش هذا يا محرز يا عمري سلطن على المباراة دي اخذ راحته مرة يا عمري يا كانتي هذه الحركات ما بطلوها دي انا خابر انهم بطلوها والله هيروح والله بالمخ هدف كذا ليفل عالي من الاي كيو اخر بس اصدحك 6 مرات يا منيان والحين بحطها بالتسعين تنبهر اباك تنبهر يا ايش يا منيان انبهر معايا بالله انبهر كافية ضرس العقل حق الباب حط طلبك يا اخي قوي والله اني حبيته طبعا الريكورد 6-2 خسارتين صراحة يعني كيف حال انت كويس معنا يا اخوان هذا نعطيه يا اخوان تقييم 3/10 صراحة مرة صدمني ما توقعت والله هو متوقع يعني هو متوقع أمه كذا كروتي بذا سيزون يجيك واحد سرعة أمه 200 واحد يشيل منه البلانس واحد يشيل منه الرياكشن واحد يشعر منه الكمبوجر واحد الشوت عنده خرا واحد الفيزيكال عنده خرا كذا هم كذا لعيبة سريعين فهذا يا أخوان شالوا منه البلانس ثقيل جدا فهذا حنبيعه ونيجي للحبيب للي ولد في نفس اليوم اللي أنا ولدت فيه يعني سبحان الله والله إنها معلومة تبي أعرفها انه هو ذا ولد معايا يعني بيني وبينه كان كم مستشفى الله كان بيننا يعني 6 ساعات طيران ايطاليا جدة سبحان الله سبحان ربك يا اخوان والله بدون تطبيق مرة قوي انت شفتوا ايش يسوي يركن فاولات يفنش يحسحز مكيفني لكن السؤال هل اسويه جيتكس اذا انت دوري ايطالي وما عندك مختريان وما يمديك تجيب لا ديبالا ولا ديناتالي جيب هذا لانه ترى الايطاليه مطوله احنا الحين تشكيله المجتمع بعدين الاسبوع الجاي الانجليزيه بعدين الالمانيه بعدين الاسبانيه بعدين الايطاليه شايفين قدامنا 3 اسابيع يعني تقريبا شهر عشان تنزل التشكيله الايطاليه اللي يمكن ينزل فيها واحد احسن من هذا وانا قاعد اتكلم مع الناس اللي عندهم تشكيله ايطاليه فهذا داخل الدوري الايطالي 8/10 برا الدوري الايطالي 7/10 انه في لعيبه احسن احس انه في لعيبه كثيرين زيه لكن داخل الدوري الايطالي ما في احد والله انه مره حلو ويستاهل يعني لو انت تسويك حتى لو سوبر سب والله يستاهل ف 8/10 اسطوري اقسم بالله مره اسطوري وبس والله
يعطيكم العافية اخوانا المشاهدة، انا انتم ثبتتم معنا في المقطع، لا تنسوا لايك والشير والسبسكرايب، وراكم المقطع القادم. بيس.